مرحبا سيد رئيس الجمهورية بيجي قايد السبسي الساحل الكبير يقرئك السلام. مرحبا بك رئيس. سؤال نجمة أفهم حول الصورة النمطية والفكر السائد أنه الساحل جهة محظوظة عبر التاريخ وبالتحديد قبل الثورة. الشيء هذا ألقى بظلاله سلبا على قيمة الاعتمادات المرصودة لمختلف مشاريع ولاية سوسة، وليعتبر البعض أنها لم تنل نصيب موفق أو أنها مغيبة وغير معنية باعتمادات التنمية في إطار التمييز الإيجابي. فهل سنرى مستقبلا الساحل ضحية لعدم التوازن الجهوي وعليه خف نسق النمو والتطور في عديد المجالات في هذا القطب السياحي الصناعي والفلاحي الحاضن للعديد من ولايات تونس ككل؟ أولا ساعة عفنا التحية لأهلنا في الساحل وقل لهم راهو الساحل مش خارج على المجموعة الوطنية، يعني كلنا تونس و كلنا محل اهتمام الدولة نتاعنا، وهذا شنو وقع قبل وشنو وقع توا ما عندوش معنى. اليوم الناس كلها سواسية ويلزم الدولة والحكومة تهتم بالجميع، وأنا من الناس اللي نعرف شنو النضال نتاع الساحل وشكون هما اللي قاوموا وشكون هما اللي مالين الجبابن توا اللي خرجوا من طرقت عليهم فرنسا في ذلك الوقت. هذا مش لازم تقدموا صورة كأنكم انتم دي فيكتيم، ما تماش هذا. أنا على كل حال ماني موجود، الناس كل عندها الحق، الساحل والشمال والجنوب وتونس وهكذا. ما نخلقوش يعني نفسية متاع كوننا أنا مضطهدين أو كذا، هذا ما تماش. ولهذا يعني الدولة لابد تتلهى بجميع أبنائها، وإذا كان ثم مطالب مشروعة من الساحل ولا من غير الساحل لابد أن نستجيب له. وأنا على كل حال ما نجمش نكون متهم كوني جهوي، أنا مش جهوي، يعرفوا الناس كل اللي أنا مش جهوي، الكل حشنا بهم والكل لازم يعملوا والكل بالدولة لازم تهتم بهم. وإذا كان ثم شعور كونه لربما مش مهتمين بشيء، هذا تو نحيوه ونقص نكثروا في التوعية وفي الوعي للجميع.